وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، على ضوء المباحثات الثنائية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، في رأيك مدى خصوصية العلاقات المصرية الأردنية في هذه المرحلة؟ هو طبعا العلاقات المصرية الأردنية علاقات متميزة جدا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك العديد والعديد من تطابق الرؤى في كل المواضيع التي تخص المنطقة العربية وبالأخص القضية الفلسطينية. شفنا الدور المصري الكبير اللي قامت به منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلاقة مصر كانت بالأردن قوية جدا في كل الملفات، في ملف سوريا وأيضا في الملف العراقي وبالأخص بقى في الملف الفلسطيني. هناك تطابق واضح في وجهات النظر، الرؤية المصرية الأردنية واحدة في حل هذه القضية الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر حتى اليوم. أيضا هناك تحركات مصرية وأردنية ولقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن، كان من أهمها طبعا الرفض التام والخطوط الحمراء لعمليات تهجير القسري لأهالي الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى مصر أو إلى الأردن. ده كان خط أحمر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تطابق أيضا في عدم تصفية القضية الفلسطينية تماما، العمل على اتجاه واحد أمام العالم ككل إلى حل القضية الفلسطينية، حلها بأن يكون هناك دولة فلسطينية حدودها 4 يونيو عام 67 عاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الحل الوحيد للتهدئة في المنطقة، والتهدئة مش في المنطقة فقط ولكن على مستوى العالم ككل. وهذا ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكده أيضا جلالة الملك عبد الله الثاني. إذن هناك تطابق واضح في وجهات النظر بين في كل القضايا، وشفنا حتى في شهر أغسطس الماضي كان في اجتماع في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حول القضية الفلسطينية والوصول إلى حل والعمل للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية. ومن قبلها أيضا العديد من اللقاءات تمت كلها، وتطابق وجهات النظر بين مصر والأردن في كافة القضايا اللي بتخص المنطقة العربية، وكلها تصب في مصلحة الأمن القومي العربي بالشكل الأساسي، والعمل على التهدئة في كل المناطق وفي كل الدول التي تشهد صراعات في الوقت الحالي. شفنا من قبل في سوريا، في العراق، أيضا في ليبيا، في السودان، الوضع في المنطقة بالفعل مشتعل. مصر والأردن بمصر هناك تنسيق كامل بينهما من أجل حل الأزمة داخليا، وأيضا الوصول الرسالة الحقيقية لما يحدث في المنطقة، وبخاصة في الوقت الحالي ما يحدث في قطاع غزة، إلى الرأي العام العالمي وإلى القادة العالمي، القادة وزعماء العالم في الوقت الحالي. احنا شفنا اللقاءات كلها اللي تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول العالم ككل، الاتصالات المستمرة من يوم 7 أكتوبر حتى اليوم الحالي كلها للهدف منها الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على العمل على إنفاذ المساعدات بشكل مستمر وعدم وجود أي معوقات، العمل الفوري على إنهاء هذا الصراع وإنهاء هذه العمليات العسكرية الوحشية ضد المدنيين، العمل على عدم تهجير القسري لأهالي قطاع غزة. هو موقف مصري أردني موحد وواضح. دوما التفاهمات السياسية تقود إلى التكامل الاقتصادي فيما بين الدول، في هذه المرحلة وفي ظل التوافق المصري الأردني، هل يمكن أن يكون التعاون الاقتصادي شكل من أشكال بروزة خصوصية هذه العلاقات مع تطابق المواقف السياسية؟ هو بالطبع هناك تعاون اقتصادي كبير، وكان رئيس الوزراء المصري في الأردن وعدد كبير من الوزراء، وهناك تعاون بين مصر والأردن، هناك ربط كهربائي بين مصر والأردن، العمل على زيادة التبادل التجاري بين الدولتين. بالطبع العلاقة السياسية المميزة التي تربط بين مصر وبين الأردن أيضا تأتي بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لما في مصلحة البلدين وزيادة التبادل التجاري والعمل على رفع مستوى المعيشة لدى المواطنين في البلدين. فأعتقد أن التطابق طبعا
بين الرؤية السياسية، أيضا هناك تطابق واضح في مجال الاقتصادي، وهناك العديد من الاتفاقيات اللي تمت بين مصر والأردن خلال الفترة الماضية. أشكرك أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.